خلونا دلوقتي نروح مرة تانية لزميلتنا دينا شرف عشان نعرف منها أخبار الطقس بقى بالتفصيل النهاردة. دينا، فعلا بس انت دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس في التفصيل. وهي الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل الحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الشرقيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه الغربيه، حار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، في كمان فرص امطار خفيفه ليلا على القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناه، وكمان فرص امطار خفيفه الى متوسطه مساء، قد تكون رعديه احيانا على مناطق وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. ده غير كمان أنه في نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي هيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة، خصوصا إن في ارتفاع في درجات الحرارة وفي تقلبات كمان في رياح. يعني الصبح وإحنا جايين كان في رياح، أعتقد إنها بعد شوية هتكون محملة بالرمال والأتربة، ويعني تكلمينا أكتر عن حالة الطقس. بالفعل اليوم طبعا هيستمر معانا ارتفاع درجات الحرارة، لأن إحنا لسه مستمرين متأثرين بالكتل الهوائية الجنوبية القادمة من الصحراء الغربية، فهتؤدي لارتفاع درجات الحرارة فترة النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون 28 درجة مئوية خلال فترة النهار. يعني الأجواء هنحس بيها أجواء مائلة للحرارة على أغلب المناطق الشمالية، مرورا طبعا بالوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، محافظات جنوب سيناء، أجواء دافية على سواحلنا الشمالية الغربية، أجواء حارة على جنوب الصعيد طبعا خلال فترة النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس، وخاصة من تحول الكتل الهوائية الجنوبية إلى كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، هيحصل انخفاض في درجات الحرارة فترات الليل، خاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، والأجواء هتكون باردة على أغلب محافظات الجمهورية. بالإضافة كمان إن اليوم متوقع بالفعل يكون في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة. نشاط الرياح ده مع الكتل الهوائية الجانبية هيكون مثير للرمال والأتربة، خاصة في الأماكن المكشوفة، المدن الجديدة، الأماكن اللي هي الصحراوي بشكل كبير، وهيؤدي لانخفاض في الرؤية الأفقية. متوقع كمان اليوم مع فترة المساء نبدأ نتأثر ببعض التقلبات الجوية، لأن في منخفض جوي هيأثر على غرب البلاد تحديدا في سواحلنا الشمالية الغربية، منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، منخفض جوي كمان موجود على سطح البحر المتوسط مع كتل هوائية شمالية رطبة، هيؤدي المنخفض ده إلى فرص للأمطار. الأمطار هتكون أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة والرعدية أحيانا على سواحلنا الشمالية الغربية وبعض المناطق من شمال الوجه البحري. صحيح. بتغزر أحيانا الأمطار دي على محافظة أو مدينة مطروح والسلوم. بالإضافة كمان خلال فترة الليل متوقع أن في فرص لأمطار تمتد لجنوب الوجه البحري، مدن القناة، بعض المناطق كمان من يعني هيكون في تقلب رهيب النهارده في درجات الحرارة بين الصبح وبالليل. فطبعا احنا بنوجه السيادة المشاهدين ان احنا نتوخى الحذر من تخفيف الملابس واشياء اخرى طبعا نكون في الاعتبار فيها، لان الجو هينزل درجات الحرارة مساء وهيكون في بعض الامطار. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الاعلامي هيئة الارصاد الجوية. لكن دلوقتي خلينا نتابع معاكم درجات الحرارة متوقعة النهارده، وهنبداها من القاهرة العظمى 28، الصغرى 15، العاصمة الإدارية 28 14، الإسكندرية 21 13، العلمين الجديدة 21 13، مطروح 19 12، دمياط 27 13، بورسعيد 27 13، إسماعيلية 28 14، السويس 28 14، العريش 26 13، كاترين 22 7، طابة 28 15، حلايب 27 15، شلاتين 30 14، شرم الشيخ 29 16، الغردقة 28 16، الفيوم 29 11، بني سويف 29 12، الوادي الجديد 31 12، اسيوط 29 12، سوهاج 30 13، قناه 30 13، الاقصر 30 14، واخيرا اسوان 31 14. بنأكد على حضراتكم مره ثانيه ان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره مساء، وفي بعض الامطار الخفيفه الى رعديه على معظم محافظات الجمهوريه. هرجع مره ثانيه لاحمد وباسان علشان نكمل معاكم فقره صباحيه مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا.